آية عبد الحميد هي زوجة اتعلمت كل أعمال الميكانيكا وبقت صنايعية بامتياز، صيانة التكاتك لمساعدة جوزها وتربية أولادها، هو ده اللي هي اتعلمته لحد ما قدرت إنها تفتح ورشة خاصة بيهم. خلونا نشوف حكايتها إيه ونرجع تاني نكمل مع بعض. اسمي آية عبد الحميد شحاتة شريف من قرية كمشيش تابعة لمركز ترى محافظة المنوفية. أنا في الأول متجوزة من 2014، قاعدة بالإيجار وعيشتنا على القد، وجوزي من النوع اللي هو الغلبان جدا، فكان واقف مثلا مع واحد صاحبه في ورشة، فبدأ مثلا إن هو إيه عايز يفتح حاجة لنفسه، بدل مثلا ما يجي واحد مثلا يقول له لا أنت تشتغل باللي أنا أقول لك عليه هو اللي تشتغله. فبدأت مثلا أعرف أسامي البضاعة الأول، الأسعار بتاعتها ماشية إزاي، حفظت ديت مع ديت، خدت بقى من والدي وفتحت مثلا جبت شوية بضاعة وبدأت بقى في المحل. فبدأت بقى أشوفه مثلا هو بيحل إزاي ويربط إزاي، بدل مثلا ما يجي زبون ويقول له ما أناش فاضي دلوقتي، فقال لا أنا هحل لك وأنت تقفل، أو أنا هحل لك وتشوف المشكلة إزاي وأقفل مثلا مكانك وأنت ظبط ورايا برضه. فبدأنا نساعد بعض ونحط ايدنا على ايد بعض عشان خاطر عيالنا، ان انا معايا مريم وسندس 9 سنين و6 سنين. شغال الشغلانه دي بقالي 25 سنه، عيني تعبتني، رحت اكشف على عيني لقيتها صاحبه المحل الثانيه قالت لي ايه، احنا لما انا رجعت من الورشه قالت لي ايه احنا جبنا صنايعي تاني. كنت داخل معاها جمعيه بسيطه كده، ادتها لي وخدت من حماية قرشين، اداني قرشين جبنا شوية بضاعة وقعدنا مع بعض ولقيتها بإيدي، ورزق يوم بيوم كتر خير. لا هي ست بنت راجل، هي تتعامل مع أي حد، وبقينا الناس كلها بتحبها في أي حتة، الناس بتحبها كتر خيرها تشكر، ومخليها بالها من عيالها ومخليها بالها مني ومخليها بالها من شغلها، وست مكافحة يعني. انا شفته بيحل ويربط ازاي فانا حبيت اتعلم، واللي عايز بيتعلم لو هيتعلم في يوم، بحيث ان هو معلش انا كنت حابه اتعلم ان انا اوسع على عيالي، مش ان انا مثلا لا خلاص انا قاعده جنب شويه البضاعه يبقى هم جنب شويه البضاعه، لا انا حبيت ان انا اوسع من نفسي، واللي عايز يتعلم لو هيتعلم الحاجه لو بيتعلمها في شهر لا ممكن يتعلمها في اسبوع في اتنين، المهم التركيز بتاع البني ادم اللي قدامه. ايوه انا مثلا بقوم الساعه 7 الصبح، في عندي عيله في الحضانه بتروح، اللي عندي في المدرسه بتروح، بقوم مثلا لو عندي غسيل عندي حاجه بقضيها، لما بروح برضك بقضي اللي ورايا لو في حاجه، لو انا مثلا ما عنديش شغل العصريه او كده بروح اعمل اكلي، يعني الحمد لله ربنا اللي بيوفق وربنا اللي عليه التدبير، احنا علينا مثلا بنقول هنعمل كذا وربنا هو بيمشيها من عنده، فانا الحمد لله من يوم لحد النهارده وربنا ممشيها، اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون. انا اتمنى ان انا يبقى لي اوضه للبنات، اتمنى دي امنيتي في الدنيا، ان انا يبقى لي حته ملك عفوا انا وعيالي، بدل الايجار اللي احنا كل شهر بنخاف يجي علينا شهر مثلا ما يكونش فيه قد كده، لا ندور على غيره. انا بنتي لو محتاجه الجنيه اقول لها طيب لما ندفع الايجار خد اللي انت عاوزاه، وكده كده بجيب لهم اللي هم نفسهم فيه، بس اهم حاجه عند الايجار، لان انت معاك شقه ومحل، فاقل حاجه معلش يمكن بتدفع يجي 1500 في الشقه والمحل. الدنيا غاليه دلوقتي، وشوف بقى مصاريف ودروس وده وده، فكل واحد بيبقى نفسه في حاجه لعياله. المرأة المصرية كل يوم بعد التاني بتثبت ان هي قادرة انها تعمل حاجات يعني ما شفناهاش قبل كده. شفنا سواقة ميكروباص، وشفنا سواقة نقل لوري نقل تقيل، وشفنا واحدة بتاعت كاوتش، النهاردة بنشوف واحدة بتصين التكاتك مع جوزها، بتساعده بتقدم ليه يد العون. نموذج تاني بيضاف لرصيد كبير جدا من المرأة، من أعمال المرأة المصرية اللي قدرت فيها ان هي
تعمل حاجات لا مش بس كده كمان يعني شفته هو بيعترف بيقول واخده بالها من الشغل ومني ومن الولاد يعني هي كمان كانت بتقول في التقرير ان انا لو عندي بس وقت كده في النص هروح اعمل الغدا بسرعه وارجع واخده بالها من بيتها وعيالها وكمان الشغل حبت ان هي توسع باب رزق تاني ليها ولولادها فتشتغل وتساعد جوزها ايدها بايده لغايه ما بقت يعني النهارده معانا في البرنامج بنحتفل بيها وبنحتفي بكل امراه مصريه في الحقيقه قادره ان هي بتحقق نجاحات كبيره والنجاحات دي حتى لو هي كل يوم حاجة صغيرة بتحصل لكن في الآخر خالص بتبقى حاجة كبيرة جدا. النهاردة لما نشوف سيدة مصرية يعني بتتحدى يعني هي دلوقتي معانا على الشاشة بتفك وتربط وبتعمل بتعمل صيانة لتوك توك هي نفسها قالت أنا تعلمتها في وقت قليل قوي واللي عايز يتعلم حاجة هيتعلمها واللي عايز يعمل حاجة هيعملها زي ما احنا شايفينها دلوقتي معانا على الشاشة هي ما فيش حاجة وقفتها ما فيش حاجة قالت بقى لا خلاص أنا كفاية عليا هقعد في البيت وأنا أصلا ماليش في الحتة دي ومش هتعلم في بعد ما شاب ودوك الكتاب زي ما بيقولوا لا يعني هي خدت على عاتقها أن أنا الأسرة دي زي ما مسؤولة منه مسؤولة مني هنزود دخلنا هعمل ده لولادي لبناتي وفي نفس الوقت ما أهملتش بقى بيتها وقالت ايه خلاص انا بشتغل وخلاص لا قدرت ان هي تعمل كله مره واحده فاحنا بنحييك يا ايه احنا فخورين بيكي كمان بصراحه يعني طبعا. حاجه كبيره قوي حاجه مهمه قوي حاجه صعبه يعني دايما بقول ان الست اللي قادره تعمل كله قادره تشتغل وقادره تاخد بالها من بيتها ومن من ولادها دي حاجه كبيره قوي بجد يعني وحاجه صعبه جدا يمكن انا ده عرفته مؤخرا يعني الجنه تحت اقدام الامهات ودي ام عظيمه